بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم انا الحرفة من قناة على المطبخ. النهاردة هنعمل الطاجن الجميل اللي قدامنا ده. ده طاجن ايه بقى؟ عاملين النهاردة البوفتيك، عاملين النهاردة البوفتيك وحشينه بحشوة جميلة وعاملينه زي صوابع الكفتة كده، زي ما انت شايفة شكله ما شاء الله عليه، ولا ريحته بقى مش هقولك. عملنا بطريقة جديدة تغيير. قدامنا هنا معانا نص كيلو من البوفتيك. طبعا انا ما عنديش مدق، فبظهر السكينه الخشب كده همسك قطع البفتيك بتاعتي وهدقها بيه زي ما انت شايفه كده. يعني تصرفي، اللي موجود عندك اعملي بيه. طبعا لما اعمل بقى طبعا كميه البفتيك كلها، شايفه كل ما بتدقي عليها بتكبر الحته ما شاء الله معاكي، وبتتفرد كويس قوي، بحيث ان انت بقى تحشيها بقى تحمريها هتبقى معاكي في منتهى الجمال وتستوي معاكي بمنتهى السهوله، اهو زي ما احنا شايفين. طبعا هعمل كده في الكميه كلها، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه في البوفتيك بتاعنا الجميل ده. احنا طبعا زهقنا من هو احنا بنعمله كل مره بنفس الطريقه وبنفس الطعم، قلنا نغير النهارده ونعمله بطريقه جديده وطعمه طلع في منتهى الجمال في منتهى الروعه، والحشوه بتاعته جميله جدا. وانا عاملاه النهارده بحشوه، ولو انت عايزه تعملي بحشوه تانية خالص براحتك، الحشوه دي طبعا حاجه ترجع لك، بس انا عاملاه النهارده بحشوه جميله وطلعت ما شاء الله عليها. احنا اهي دقينا الكميه بتاعتنا كلها اهي، وبعد كده هنبتدي نتبل البفتيك بتاعنا. معانا هنا في البهارات بتاعتنا توم باودر، ومعانا فلفل اسمر، ومعانا بابريكا، ومعانا كبابة صيني، ومعانا بهارات لحمه. هنرش كده عليه البهارات بتاعتنا، وبعد كده هنقلبه على الناحية التانية، ونفس البهارات هنحطها برضو على البفتيك بتاعنا من الناحية التانية. يعني هنتبله من الوشين. ايوة زي ما احنا شايفين كده، شايفة قطع البفتيك اتفردت معنا وبقت جميلة ازاي، ولا بقى مدق ولا اي حاجة. يعني لو عندك المدق خير وبركة، ما عندكيش اتصرفي، اللي موجود عندك اشتغلي بيه. اهو احنا كده تبلنا البفتيك بتاعنا كله. تعال بقى نشوف الحشوه بتاعتنا اللي احنا هنعمل بيها. احنا سلقين وحدتين من البطاطس. طبعا البطاطس على حسب الكميه اللي انت هتحشي بيها اهي، وهنهرسهم بالهراسه بعد ما سلقناهم. هنحط عليهم قطعه من الزبده، وهننزل عليهم بنفس البهارات اللي احنا حطيناها للبفتيك بتاعنا، اللي هي كبابه صيني، اللي هي توم باودر، اللي هي فلفل اسمر، اللي هي بهارات لحمه، اللي هي بابريكا. هنحط نفس البهارات اهي زي ما انت شايفه كده، وطبعا هنحط الملح بتاعنا، نظبط الملح. ومش هقولك الحشوه دي طعمها ايه، طبعا مع الزبده وكده طعمها تحفه وريحتها في منتهى الروعه. اهو زي ما انت شايفه كده، نقلب كويس قوي وخلاص كده الحشوه بتاعتنا. ما فيش اسهل ولا ابسط من كده. معنا الطاجن اللي هنعمل فيه مخرطين بصل جوانح فلفل الوان، وهنحط عليه نفس البهارات اللي احنا حطيناها للبفتيك وللحشوة بتاعت البفتيك، اللي هي توم باودر، بابريكا، فلفل اسمر، كبابة صيني، توابل لحمة، بهارات لحمة يعني اهو. وهنبتدي بقى ايه نعمل البفتيك بتاعنا. معنا هيك اهو قطعة البفتيك اهي، هناخده بقى نقطعه قطع صغيرة كده زي ما احنا شايفين. وهنمسك بقى البطاطس بتاعتنا كده نكورها ونقفل عليها كده من الجنبين، ونلفها كده نرولها كده زي صباع الكفته بالظبط. هترليها كده ايوه زي ما انت شايفه، هتطلع معاكي في منتهى الجمال. احنا هنحط كده الاول وبعد كده نبقى نرص في الاخر. وطبعا انت بقى بتمسكي بقى بتفصلي بقى بتقطعي زي ما انت عايزه على حسب الصباع اللي انت بتعمليه. اهو زي ما انت شايفه بناخد الحشوه بتاعتنا ونكورها كده، نكورها ونلف كده نرول كده زي ما احنا شايفين، نعملها رول كده اهي
نقفل كده على البطاطس بتاعتنا، الحشوة بتاعتنا، وتقطعي كده بالسكينة اهو، يعني مفيش اسهل من كده. بقى معاكي الصباع حلو، امسكي كده وظبطي في ايديكي زي ما انت عايزه اهو زي ما احنا شايفين، وتقطعي برضو بالسكين. وطبعا القطعة الصغيرة دي احنا مش هنرميها، احنا هنعملها برضو صوابع، وحركي هعملها ازاي. بصي اهو، حطينا دي على دي كده، وحطينا برضو الحشوة بتاعتنا اهي، وهنلف كده ونرول كده عليها اهي. ايوه ايوه تمام، وتلفي بقى كده زي ما انت شايفه، هيطلع معاكي صباع يعني ملوش حل. احنا قلنا نغير ناكل البفتيك، بس ناكله بطريقه تانية وبطريقه جديده بطعمه مختلف اهو زي ما احنا شايفين. وطبعا مش لازم تعملي حشوة اللي انا عاملاها، اعملي اي حشوة تعجبك، بس صدقيني الحشوة دي بامانة رهيبة، يعني طعمها طلع في البفتيك صراحة في منتهى الجمال اهو زي ما احنا شايفين. معانا هنا قطعة كبيرة اهي اهو زي ما انت شايفة. بصي هنرول كده اهو، عملنا الصباع، نقطع كده بالسكينة ونعمل غيره. وان لقيتي برضو قطعة البفتيك معاكي مثلا كشة كده عايزة تفرديها، برضو دقي عليها تاني افرديها كده. ايوة زي ما انت شايفة بعمل كده. يلا كملي اهو، يعني اكلة تحفة 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 ما شاء الله عليها. رولي بقى كده وقطعي بالسكينة وقفلي عليها. بصي الصباع معاكي ما شاء الله عليه، الله اكبر عليه، جميل اهو. بصي شايفه دي، انا هنا مبطئه لك الفيديو خالص، قفلت علام الجنبين، يعني زي ما بتلفي صباع كفته اي حاجه، يعني زي ما بتعملي بالظبط، ما فيهاش اي صعوبه. ايوه تحاولي كده تخلي الصوابع بتاعتك كلها يعني ايه زي بعضها، قريبة من بعضها. ايوة زي ما احنا شايفين. ودلوقتي تشوف النص كيلو اللي قدامك ده هيعمل لنا كام صباع، هيعمل ما شاء الله، هيعمل كمية جميلة جميلة اهو. هنقفل برضو ونلف كده نرول كده اهو، وهتستوي معاكي في منتهى الروعة، مش هتاخد في ايدك وقت خالص اهو. شايفة دي اهي برضو، نرولها كده ونقفل برضو، وكل الحتت الصغيرة دي هنلمها على بعضها ونعملها. يعني احنا بنحاول نغير في الاكل كل مرة على اساس ان احنا ما نزهقش، وان احنا الولاد عندنا عايزين تجديد على طول، فاحنا بنحاول ان احنا نرضيهم ونعمل حاجات جديدة عشان يعني نبطل نشتري اكل من بره. بصوا كده جمالها، شايفين كمية قد ايه، يعني النص كيلو عمل لنا حوالي 24 صباع من البفتيك، وعاملينه بقى بحشوة جميلة وحاجة كده ما شاء الله عليها. معنا هنا كوباية من المية، وحطينا عليها معلقة من الصلصة، وحطينا بقى عليها نفس البهارات اللي حطيناها، بابريكا وتوم باودر وفلفل اسمر وكبابه صيني وبهارات لحمه. وهنرص بقى الطاجن بتاعنا اهو زي ما احنا شايفين. وطبعا احنا حاطين الفرشه بتاعتنا فلفل الوان وبصل متقطع جوانح، حاجه كده ما شاء الله عليها اهو. رصينا الطاجن بتاعنا اهو جميل اهو ما شاء الله عليه. وبعد كده هننزل عليه بكوبايه الميه اللي احنا حطينا عليها البهارات، وحطينا عليها معلقه من الصلصه المعلبه اهي. وكده الاكله بتاعتنا تمام اهي، وهندخله الفرن على درجه حراره 200 على الرف الاوسط، هياخد حوالي 3 ساعه، وهيطلع معاكي ما شاء الله عليه.
اهو هنحط عليها بقى كوباية الماء اللي احنا عملناها بمعلقة الصلصة، وهندخلها الفرن. وكده الاكلة بتاعتنا تمام، شايفة شكله جميل ازاي ما شاء الله عليه، وبيطلع بقى ما شاء الله دايب دايب كده، يعني بيبقى احلى كمان ما بتاكليه بفتك كده عادي من غير ما تكوني حاشياه او عاملاه زي ما احنا عاملينه كده. اهو هندخله الفرن دلوقتي، تشوفيه لما يطلع من الفرن، شايفة شكله، شايفة جماله، أكلة جميلة وسهلة وبسيطة وسريعة، وعملناها بطريقة جديدة، مفيش أحلى ولا أبسط ولا أسرع من كده. وبألف هنا وشفا.